ليست زيارة طارئة، دائما هناك تواصل بيننا وبين المسؤولين الإيرانيين بمختلف المستويات، ولكن عندما تكون زيارة بمستوى رئيس البرلمان يكون هناك تجميع لكل اللقاءات التي تمت مع المسؤولين الآخرين خلال فترة ونعيد تقييمها، خاصة في ظروف التي تتحرك بسرعة كبيرة وآخرها كان العدوان الإسرائيلي على غزة. طبعا هذا الموضوع أو هذا العدوان أخذ جانب كبير من الحوار بيني وبين السيد لاريجاني اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قلنا لبعض دول المنطقة التي ترسل مجموعات مسلحة إلى سوريا إن الحكومة السورية والشعب السوري يطلعان بدور رائد وبارز في مجابهة الكيان الصهيوني، وأنتم لا يجب أن تضعفوا هذا الدور بأفعالكم، وإن كنتم تبحثون عن الإصلاحات في سوريا فإن ذلك لا يتحقق بإرسال السلاح، وإنما يجب أن يتحقق عن طريق الحوار. ونحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نثمن دور الحكومة السورية والشعب السوري اللذين وقفا دائما إلى جانب المقاومة.